وهنا هتبقى عيني واخداني لمساحة تانية خالص. ربما كلنا بنتذكر معا انتخابات اليونسكو، ووقتها كنا بنتكلم على السفيرة مشيرة خطاب وعلى محاولة مصر المنافسة على هذا المقعد. وأثناء المنافسة في انتخابات اليونسكو تحديدا الحكاية كانت واخدة بعد مختلف. ليه؟ لأن فجأة لقينا قطر بتدخل هذا الملعب. وخلونا يعني نروح نشوف جزء من ملامح انتخابات اليونسكو، إزاي كيف كانت تدار، ومين اللاعبين اللي نزلوا في المرحلة الأولى علشان يبقى فيه تكسير عظام، وهل كان مقصود إبعاد مصر عن هذه المنظمة الدولية، أم أن المنظمة الدولية نفسها خضعت للتسييس. وهنا هيبقى مهم جدا نفتكر مع بعض المال القطري، وازاي المال القطري تحت مظلة اليونسكو اشتغل، واشتغل لصالح مين؟ هل اشتغل لصالح المنظمة ومبادئها، ولا كان بيعبر عن لحظة تحول في سياسات هذه المنظمة اللي هي جزء من منظمة الأمم المتحدة؟ علشان كده كان مهم جدا نعمل الرابط ده. أي مصلحة مشتركة فهي مصلحة إنسانية، والمصالح الإنسانية هي ما بيكونش الفوائد بتاعتها لصالح جنس أو عرق، دي لصالح البشرية. واليونسكو واحد من أهم أدوارها هو ده، لأنها هي المنظمة المعنية بالثقافة، المعنية بالعلوم، المعنية بكل تراث الإنسانية. لما نلاقي وزارة الخارجية المصرية بتطلع بيان على ما هو مزمع عمله داخل المنظمة، فكان لازم ننتبه كويس قوي، لأن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية قال كده في البيان أن وزارة الخارجية أحيطت علما باعتزام منظمة اليونسكو منح المدعو محمود أبو زيد الشهير بشوكان جائزة دولية لحرية الصحافة، معربة عن الأسف الشديد لتورط منظمة بمكانة ووضعية اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية. وهنا كان لازم نقف مع بعض تاني، لأنه أول حاجة مين هو محمود أبو زيد؟ ده المصور الذي عمل أثناء فض بؤرة ربعة الإرهابية، وقال إن هو كان بيشتغل بشكل مستقل ولكنه كان يبيع الصور لمن يدفع أكثر. وبطبيعة الحال اللي كان بيدفع واللي معني بصناعة صورة كانت الجماعة الإرهابية، وكل اللي بيصرفوا عليها ويدعموها بوصفها لاعب بالوكالة. يعني لما كنا بنعرض لحضراتكم هافن بوست والحاجات دي كلها، مين بيصور لها؟ الشباب اللي زي شوكان ده. علشان كده وزارة الخارجية وموقف الدولة المصرية استبق إعطاء شوكان هذه الجائزة، لأنه لفت الانتباه مرة أخرى إزاي يعني فرنسا حصلت على هذا المقعد عندما دعمت مصر هذا الترشح، وإزاي هذه المنظمة الدولية المهمة واللي ليها علاقة بالإرث الإنساني غمضت عينيها عن المال السياسي القطري اللي كان موجود بشكل قبيح. قطر قدرت تشتري الأصوات في الجولة الأولى لو حضراتكم فاكرين، ولما السباق كان ممكن يروح لصالح دولة صغيرة ما عندهاش هذا الإرث وهذه الخبرة في التعامل مع التراث الإنساني. وده مش عيب، لكن ده هو يعني وضع هذه الدولة. تدخلت مصر ويعني فرنسا نزلت، وقدرنا بدعم عدد من الدول ان يصل المرشح الفرنسي لهذا المقعد المهم. يا ترى هل حضراتكم منتبهين ايه العلاقة اللي اليونسكو من لحظة دخول المال القطري عليها كان بيتم تجهيزها لإيه؟ طب هل ممكن يكون في محاولة زي بيان وزارة الخارجية المصرية ما قال في آخر فقرة في البيان؟ بيقول إنه أثناء اختتام يعني البيان قال
ان يعني منح المتهم شوكان الجائزة الدولية لحرية الصحافة يمثل استخفافا بدولة القانون وما يتم اتخاذه من اجراءات قضائية ضد متهم بجرائم جنائية محضة، وان مصر هنا بتدعو انه آن الاوان لمراجعة الافكار ومحاولة اصلاح هذه المنظمة الدولية. يعني الحكاية مهمة جدا. اذا اليونسكو اللي كان فيه استباق لايجاد قدم جواها مبكرا قبل الدنيا ما تاخد بالها من اشياء كتيرة، كانت هي نفسها مفتاح علشان نربط فيه ما بين دور الاقمار الاصطناعية في اعطائنا صورة اكبر واوسع عن اهمية كل الصور اللي بتخدم البشرية وبتخدم الإنسانية في الحفاظ على إرثها اللي هو دور منظمة اليونسكو، وإيه علاقة ده بأمننا المائي بأثيوبيا بالسودان بكل هذا المشهد.